بنبيه، حيث كان هذا الإنجاز التفاعلي الكبير ضمن سلسلة فعاليات العاصمة الثقافية. ففي ذلك اليوم رعى خادم الحرمين الشريفين السيد عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، وبحضور أصحاب السمو الملكي الورق بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء ثقافة العرب أثناء مشاركتهم في مؤتمر وزراء الثقافة العربية الثاني عشر ومندوبية المنظمات الدولية والعربية وحضور مجال الثقافة والفكر والسفراء. إذ تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في إزاحة الصدام على لوحة افتتاح مركز المنفعه الثقافي هذا الصرح الحضاري الثقافي الشامل خلال الاحتفال الرسمي اقيم بهذه المناسبه. وكان في استقبال السمو للعهد بعد وصوله المركز صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقه الرياض، وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعايه الشباب، وصاحب السمو الملكي الامير نوار بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب رئيس العام لرعايه الشباب. يقع مركز الملفات الثقافي غرب عاصمة الرياض في منطقة جميلة تطل على الوادي، ومساحته الكلية 100,000 متر مربع، ومسطحات الأرض الخضراء 35,000 متر مربع، كما أن مسطحات المباني تبلغ 10,000 متر مربع، وتوجد مواقف تتسع ل1,000 سيارة. ولندخل الآن مع بوابة المركز التي تؤدي إلى البحر الرئيسي الذي تبلغ مساحته الإجمالية 2000 متر مربع تقريبا، ويمكن الاستفادة منه في إقامة معارض الكتاب ومعارض الفنون التشكيلية والحرف والخط أو غيرها من المعارض، ويستخدم أيضا كاستراحة للزائرين. ومنه يمكن الوصول إلى جميع أقسام المركز عبر هذه السلالم الواسعة. وقد بقي الفكرة من المركز بالرخام الأمثل. وغطي سطحه بالزجاج العازل بالحرارة والضوء. ويزدان مدخل المركز بلوحة فنية رائعة منفذة بالزجاج الملون تمثل العلم السعودي. وللمركز بوابة أخرى لكبار الشخصيات تتميز بالسعة تؤدي إلى جناح كبار الشخصيات الذي يضم قاعة الاستقبال. تعلوه قاعة الحفلات، ثم المكتب الخاص. ويضم المركز عدة أقسام رئيسية هي القبة الفلكية، وهذه القبة التي تقع في الدور الأرضي تتسع لمئتي مقعد، رتبت بطريقة دائرية وقد صممت شاشة العرض فيها على شكل قبة قطرها 18 متر، ويتم تشغيلها عن طريق الحاسب الآلي الذي يتحكم في تزامن الأحداث. هذه قاعة المؤتمرات تتسع ل 350 مقعد، وهي متعددة الأغراض وتستخدم لإقامة الندوات، وهي مجهزة للترجمة الفورية لثلاث لغات. وهذه قاعة المحاضرات وهي متعددة الأغراض وتستخدم للندوات وحفلات التكريم ومسرحيات الأطفال، وتتكون من طرفين وتتسع إلى 450 مقعد. حنا فيها تجي. وهذه قاعة حقة الأوبرا، وتتكون من طابقين وتتسع ل3,000 متر، وتوجد في الدور الأول في وسط المبنى، وتبلغ مساحة خشبة القاعة 1,800 متر مربع، وتتميز بوجود منصات متحركة من خلال نظام هيدروليكي تساعد على الإبداع الإخراجي للعرض. ويتم تغيير الديكور بطريقة سريعة جدا بواسطة عربات المسرح. وتوجد محركات رفع متحركة خاصة
خاصة بالديكورات على ارتفاع 18 مترا على خشبة المسرح تعمل بواسطة جهاز في الحاس الآلي، عن طريقها يتم إنزال الديكورات المعلقة. وهذه محركات ثابتة تعمل عن طريق طاولات التحكم، لوحات التحكم، إضافة إلى العديد من الإمكانات المتعددة الأخرى مثل ستارة مقدمة خشبة المسرح، أبراج البضاعة، شاشة عرض الشرائح الخاصة، شاشة العرض السينمائي لعرض أفلام مقاس 35 ملم و 16 ملم أو شرائح مثل التي نشاهدها الآن. ومنصات مقدمة خشبة المسرح لخدمة فريق الأوركسترا. تمكن أوفر. وغرفة للتحكم في الصوت تعمل بنظام تكنولوجي مجهزة بتجهيزات عالية. ونظرا لحاجة العروض للنظام، فقد جهزت القاعة لأبراج وكاشفات ضوء خاصة مثبتة بشرفات تعمل من خلال أوامر توجه إليها من غرفة التحكم في النظام. وتوجد كاميرات للتحكم في الصورة ونقل العرض للتلفزيون مباشرة.